بسم الله الرحمن الرحيم الى فديلة مدير المعهد حسن الخاتمه حفظكم الله تعالى والى لجنه تحكيم المسابقه ارستا وفقكم الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله ايها المسلمون ما خلق الله الكون عبثا بل الله تعالى قدره ونشاه بحكمه اخفاها ومن حكمته ان جعل المصيبه رفعه للدرجات ومكفره للسيئات قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا أيها المسلمون إن من أعظم مصيبة أصابها البشر منذ السنوات القدم وهي جائحة سميت بجائحة كورونا إتيانها لا ترجى وبقاؤها لا تسمح ولكنها تاتي لا تبقي ولا تذر هكذا ان شاء بها ملك القدر فقد قضاه وقدر وها نحن كالبشر ما لنا الا اصطباح ايها المسلمون لقد غيرت هذه الجائحه احوال البشر من الماكل والملبس والمشرب ووسائل السفر المساجد اغلقت والمسافة بعدت ووسائل السفر نظمت والكمامة لبست قال الله تعالى وقد صدق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون كم من أناس قبلنا قد هلك بسبب ذنوبهم وعشيانهم لربهم وعنادهم لنبيهم هيهات هيهات هؤلاء من رحمه الرحمن ولطف الملك المنان أيها المسلمون إن طريقتنا في هذه مواجهتها في مواجهة هذه الجائحة هي اتباع القرآن والسنة قال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فطاعة ولي الامر متروب وطاعته ضمن طاعة رب البشر اذا جاء من ولي الامر الحذر فكن على حذر ان ترد النجاح من الخطر كما خطه كما خطه الفاروق عمر رضي الله عنه حيث قال نفر من القدر الى القدر ايها المسلمون قد اصاب الانبياء فوق ما اصابنا اليوم حيث ابتلي نوح باهله ويعقوب بابنائه وموسى بفرعون وملئه وايوب بمرضه ومحمد بقومه فكم منهم من ابتلي بطول الامد ولم يذق من الدنيا حتى وان أيها المسلمون نعم إن جائحة قرون مخيفة كأن الموت قد اقترب إنها آية من آيات الله يأتي بها على من يشاء ومتى شاء قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ونحن كالمسلم الصالح نؤمن بالقدر نؤمن ان من كتب عليه اصاب ومن لم يسب غير مصاب قال صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف ايها المسلمون الصبر على كل شيء مطلوب سواء من النعم او النقم قال تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بقدر الصبر تختسب المعالي قد قال أحد الحكماء في حكاية قول رب البشر تشاء يا عبدي وأشاء فإذا رضيت بما أشاء أعطيتك خيرا مما تشاء فالصبر والصبر يا عباد الله قال تعالى وبشر الصابرين أبشر أيها المؤمن سيأتي نور الفرج بعد ذُلمة الكرب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا. وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته